هي الكويت بلاد العرب. تواصل دولة الكويت عبر مؤسساتها ومنظماتها الخيرية دورها الإنسانية والإغاثية في دعم الأشقاء في السودان، حيث دشنت جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتي مخيمات علاجية لإجراء أكثر من 550 عملية مجانية لجراحة العيون في عدد من ولايات السودان. برعاية سفارة دولة الكويت في الخرطوم وبالتعاون مع مؤسسة البصرة الخيرية، دشن صندوق إعانة المرضى الكويتي مكتب الخرطوم حفل مخيمات العيون المجانية المياه البيضاء، حيث يعتزم الصندوق إجراء أكثر من 500 عملية مياه بيضاء في ولايات شمال دارفور، جنوب دارفور، وولاية النيل الأزرق. هذا العمل حيستفيد منه مئات المرضى. عندنا هذه المخيمات حيكون فيها أكثر من 500 عملية بدعم من صندوق وجهات الجهات المتعاونة معه في الكويت. وحقيقة في هذا المقام يعني سرنا أن نشكر الكويت ممثلة في أميرها وفي حكومتها وفي منظمات وزارة الصحة السودانية ومفوضية العون الإنساني. ثمنا الدور الإنساني الذي يقوم به صندوق إعانة المرضى الكويتي. نحن نشكر شكر عظيم وكبير دولة الكويت الشقيقة وشعب الكويت على هذا الدعم المتواصل، ونتمنى أن يستمر هذا الدعم. القائم بأعمال السفارة الكويتية في الخرطوم قال إن التعاون السوداني الكويتي لا يقتصر على المجالات الصحية والإنسانية، بل يتعداه إلى شراكة حقيقية تزداد قوة كل يوم. طبعا اليوم في إطار العمل الإنساني الذي تقوم فيه دولة الكويت دشنا مخيمات لجراء أكثر من 500 عملية في مختلف أنحاء السودان بتمويل من صندوق إعانة المرضى الكويتي، وطبعا هذا يعكس الجانب الإنساني لدولة الكويت والعلاقة الأخوية بين الشعب السوداني والشعب الكويتي. جمعية صندوق إعانة المرضى جمعية تطوعية بدأت العمل في السودان عام 86 900 و1000، وتقوم بأدوار إنسانية تشمل العمل الإغاثي والحملات والمخيمات الطبية المتحركة في الخرطوم وولايات السودان. أدوار كويتية إنسانية تتنوع في السودان من خلال منظمات دولة الكويت العاملة، وذلك في إغاثة الملهوف ونجدة المريض. لتلفزيون دولة الكويت، هماني عبد الرحمن السيد، الخرطوم.